Garden of Banban. هذه اللعبة شباب أول ما نزلت كنت بلعبها بس في نفس الوقت ما تحمس. يوم يومين شفت كم يوتيوبرز قاعدين يلعبوها قلت أوكي شكلها عدل فخلونا نجربها شباب. اللعبة فيها شبه من بابي بلاي تايم. خلونا نبدأ ولا تنسون اللايك والدعم وتشترك في القناة إذا كنت توك جديد ولتس جو. أنا في روضة كأني في صوت أطفال. قصة اللعبة يا جماعة في طفل مفقود في هذا الروضة. أوكي هلو anybody here؟ روضة ما فيها أحد ويبدو إن في تويز يا شباب يا جماعة. هذا إيش اسمه وهذا إيش اسمه؟ خطبوط واحد. في ست شخصيات قل لي بالترتيب أسماء الشخصيات من اليسار إلى اليمين أوكي عشان في الحلقة الجاية لو منكمل اللعبة أكون أنا حافظ الأسماء. Garden of Banban إيش مكتوب هنا؟ هذا اسمه جامبو جوش. Vegetables and fruits to become strong like me. يقول كل خضروات فواكه عشان تكون قوي. عرفنا اسمه هذا شباب اسمه جامبو. هذا إيش اسمه؟ يقول أنا عندي أيادي كثير يعني وتسمح لي بإني أساعد الناس. بطاقة وقع أدخل هذا الباب. أوكي نايس دخلنا يا شباب. هذا درون إيش هذا؟ أقدر أخذ الدرون؟ أوكي بتري ما أدري إيش. أحتاج بطارية شكلها. كأن في شيء أخذه هنا. أيوة واو هذا طبعا ولد شباب كاتب رسالة قاعد يحمي نفسه شباب. وهذا هو الوحش هو رسم نفسه. في شي صار هنا شباب مبين ان الروضة هذي هنا نفس سالفة بابي بلاي تايم. ايوه هذيها نايس حلو. هالبطارية الاولى هذه البطارية الثانية قدامي من شوي ولا شفتهم. حلو الحين الدرون اشتغل يا شباب. وات فهمت اضرب هذا. ايوه حلوة دي. الحين فوت باب انفتح ولا حبيبي نايس انفتح الباب. ليتس هو 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 من هذي الشخصية بعدهم ما اعطونا اسماء شباب. يا جماعة قاعد احاول كالعادة يوسف لازم تقول يا جماعة لا تقول شباب. الان ظالمة هنا هو 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 What's going on here؟ ما الذي يحدث هنا؟ المكان يشبه ذا. Oh my god. هذا المسلسل الياباني وش اسمه شباب؟ Squid Game. نفسه بالضبط نفس المكان نفس التصميم. الشجرة هذه اللي تنخش فيها وتلعب اللعبة ياهم ذيك. اوكي. هذه اللي كانت تطل شباب من شوي. Find eggs to feed what؟ لازم اشوف بيض عشان أأكل البطة هذه. مبين ان هذا مسكر هنا. اوكي لازم اشوف ادوات عشان افتح هذا الباب. يجب عليك ان تبحث عن البيض يا يوسف. البيض ايوه هذه بيضه هذه واحده كم واحده هم قالوا؟ هذه البيضه الثانيه شباب. ايوه في بيضه ثالثه شكلهم فلاث فلاف فلاث شكلهم فلاث شباب فلاث بيضات بطه. واو الصوت find eggs كم بيضة باقي بعد لسه شكلها خمس عجل اذا مو ثلاث يعني خمس. دائما هم يحطوا لنا اعداد فردية للبيض. طيب خلينا والله الروضة حليوة. وادوها هذا اللي باسم اللعبة. بان يقول sharing is caring المشاركة هو اهتمام والبنكرياس تبعك هو ملكي. وش يعني هسه مجرم ده شباب هذا ياكل شكله. the end is here النهاية هنا. درون تعال ولعت او كسرك زجاج لو سمحت كسر. تقدر تروح هنا يلا ممنوع كأنه ايوه نو في بطاقة هنا. اوكي في بطاقة هنا احصل عليها. شوف الكراسي شباب يا جماعة تتعافرت. عموما يبدو ان ما في ولا بيضة هنا. وش سالفة الكراسي وش سالفة الكراسي صارت فوضى الدنيا. البيض اتوقع عجل اربع خلينا ست توني انتبه اقرا الكلام هنا. ست باقي ثنتين يا شباب. تعالي يا حبيبي بتي يا درون نايس. دي ها بيضة طلعت هنا نايس حلو. باقي واحدة يا جماعة. انا فتحت حاجة هني بس ما ادري وش هي. ايوه
مخشوشة جنب الظل. خفت أنا شباب، أنا خفت. هذا كارت الحين أضربك، من شوي ما كان أقدر أضربه من شوي. ول فتح هذا الباب. حلو حلو، وخر يا كرسي. في ورقة هنا خلنا أقراها. المهمة الأولى الآن، يا رب هذا ما يهجم علي. حلو، let's go. space to jump. اوكي الى اين؟ اوه ادينا. what was my color؟ وش لوني؟ لونك اخضر. في العاب بلعبها، ست بيضات ست شخصيات. اوكي فهمت الحين. نو no. اوه في حاجة هني تولع، والله ما انتبهت، بس هذا كان لونه اخضر وهذا لونه احمر. بيرد، ايوه برتقالي. وين وردي؟ ايوه. وهذا اصفر او ابيض. هذه بنت. اوكي ابيض. اوكي اخذنا البطاقة، نايس. الان وات واقفة. او ماي جاد، لوه بسرعة بسرعة. نو تلحقني. وين اروح؟ اوه لازم انط بسرعة. احنا فيها يا شباب، بتوصل. او ماي جاد نو. طالع فيه شباب. دقيقة. فتحت. وش فتحت انا الحين؟ او ماي جاد او ماي جاد اكلتني. طلعت تخطط. اوكي رجعنا. الحين وش اسوي؟ اوه يمكن بسرعة ارجع. اشتغل. ايوه السلام عليكم. اوه المفروض ما اقرب جنبها، يمكن اخلي الدرون يضربها. كمان كمان كمان. ايوه الحين خليني اضربها هي بالدرون. خليني اضربها بالدرون. اوه في في طريق. اوكي في طريق في طريق في طريق صار. هذه اللي جابتهم، هذه اللي فقست فقست بيض. وات ممنوع المسها. ولا تلحقني. اوه في جناك شيء اضغط عليه. اوه طيحتها طيحتها. وهال نفس بوبي بلاي تايم شباب، نفس الفكره بس مره سهله. اتوقع في طريق هنا صار. ياب ياب. اوغا اوغا بوغا بربوغا. حلو وش الان؟ نيم ادم. بطاقة سفر دي كانها. اوكي هذا هنا ما اقدر اضغط، لازم اشغله. شفت شي شفت شي، انا شفت شي. كمان ايوه. وش سويت ما ادري، بس اتوقع الحين المفروض الباب هذا ينفتح. نو عجل فتحت زي الحاجة. بطاقة. وين؟ لا كابتن. وات اكسكيوز مي، ما اقدر انزل يا جماعه. اتوقع في شيء بيجيني يا بطاقه او وحش. الله يستر. ضرب مره ثانيه. او ماي جاد او ماي جاد. اوكي اقفز يوسف. مش هاري. الله يستر، بس ضلمه هنا. او ماي اوه بنزل تحت الحين بقابلها شكلي مره ثانيه هذه البطه. وات هلو. او ماي جاد من هو هذا؟ ول 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 وش اللي صار؟ يا الاخضر سقط سهوا شكله. طحتوا يا شباب الوحش الكبير ده. وات نو انتهت اللعبة.
الجزء الثاني طبعا الجزء الثاني لسه ما نزل الان يا جماعه. هذه تعتبر نهايه اساسيه للعبه، في نهايه سريه او في باب سري اقدر افتحه من خلال اني اشوف بيضه مخشوشه، بيضه سابعه. حلو، احنا اخذنا 6 بيضات بس في بيضه سابعه مخشوشه في مكان راح اراويكم اياها الان فوانا عشان نفتح باب سري يا شباب. البيضه السابعه تعطيني بطاقه، ضروري اني ما اسوي اللغز. في بيضه موجوده هنا تنط تشوفها. ايوه كان هذه هنا، ايوه اخذناها. بسم الله بسم الله. ايوه يس، مثل ما قلت مثل ما قلت، البطاقه بنفسجيه. باب سري. او ماي جاد، هنا النهايه الحقيقيه نفس الصوره اللي شفناها. او هذا غير كانه. طبعا هذه شباب تذكره طيران تبع واحد اسمه ميسن من 2016 دي التذكره، بس مبين ان هذا شكله ما سافر، ظلت التذكره هنا. ويبدو ان القضيه نفس قصه بابي بلاي تايم، نص الموظفين اختفوا ما في احد هنا. خلينا نشوف نستكشف اكثر، ما ادري احس في شيء بعد ولا. وبس يا جماعه كذا يكون انتهينا من المقطع. لا تنسوا تتفاعلوا مع المحتوى هذا بلايك او ديسلايك او كومنت، وتقيموا لي اللعبه بشكل عام. ومع السلامه.